زعما هاد الاكيه هادي النعمه ربي والله العظيم اصاحبي. جيت انا عليه واحد الصخيره، شنو هي؟ المهم واحد الصخيره خفافيه، فهمتيني؟ ماشي شي حاجه. واش بيتي امور زايدين؟ واش امور زايدين ماشي يعاونوني يا صاحبي نزيد نضم شي امور؟ والله العظيم النعمه ربي، النعمه ربي. وسبحان الله فوياخ ما نجي الاكيه كنتعلم شي حاجه جديده، فهمتيني؟ شي هذيك اصاحبي، واه اصاحبي ذاك ذاك كنتعلم منه اصاحبي. مثلا عندي كابوسه عامره، فهمتيني؟ كتجي كتخلص بيدك، فهمتيني؟ كتسكاني بيدك كتخلص بيدك. اسمع ديك خيتي جات عندي قالت لي حيت عندي كابوسه عامره، قالت لي انا نعطيك شي كابوسه اخرى باش تبقى تسكاني وتخوي، فهمتيني؟ واخا ما الحق ديالي كنعطيه الناس يدوزو صاحبي. اخلاق صاحبي، اخلاق صاحبي، اخلاق. عملوا واحد الابتسامه في وجه ديالهم وانا فرحت. كاين شي قال لك حقي 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 صاحبي، دوز في الدار عندهم العيسيتو في يدو صاحبي، فهمت؟ اسمع انا هادشي كنبقى هاد الديتايز هادو انا كنعاودو نعاودو، بدات تتفرجوا ولادي هاد الافلام هادو بقاو يتعلموا من باباهم، فهمتيني؟ انا ما كنعملش انا الافلام اللي كنعملهم راسي، فهمتي؟ وانا بيدي عاود نتفرجهم كنقول افتخر بنفسي، فهمتي؟ قلت لك قالت لي كنعطيك كاروسه اخرى، شوف دابا هما خموله شي واحد عنده كاروسه عامره يبقى يسكاني ويعمل في كاروسه خاويه، وكتبقى دائما واحد الكاروسه كيف يسالي كيف يسالي ديك الكاروسه خاويه، عاود كيعملوها في مطاي اخر كليان اخر. شوف الناس كيفاش كيخمو. دابا انا غادي عاود هذيك ماشي نشوف كيفاش انا ماشي نستعملها في شي امور ديالي ماشي غير هما. دابا مثلا عاود شفت في المخازين ديالهم كيف كتهزوا شي حاجه، الخزين المخازين كيف كتهز شي حاجه، شنو عاملين؟ جهة الشمال عاملين اون ايف، اون ايف هي واحد نعرف نقولها بالعربيه فرادة ما نعرف شنو، المهم واحد ثلاثة خمسة أربعة لا ماشي أربعة سبعة تسعود، ويا خرين الجهة اليمين شنو عاملين؟ عاملين جو زيرو كيبداو بزيرو هما، زيرو جوج أربعة ستة، المهم أون إيفا أون إيفا اختار بالهولندية. شوف كيفاش خمولة، عمري ما لاحظتها عندهم تما، ما عملوش مثلا واحد جوج ثلاثة، لا 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 عاملين واحد ثلاثة خمسة وجهة أخرى جوج أربعة. صاحبي واحد النيفو عالي يا صاحبي، واحد النيفو عالي قسما بالله. أو يا واحد الزهر طلع لي، شوف الحب الأول المرأة، الحب الأول هذاك عمرهم يتنسى، واخا تجوج واخا تعمل العيال واخا تعمل اللي كان، ديك الحب الأول أخاي عمره ما يتنسى. بغيتي من جهة باش يمشي ندور من هنايا، ندور بحالي من هنايا، عمره ما كنتي عتالي كتخرج، عمره ما كيتنسى قسما بالله. المرأة هذه هذا الحب الأول قلت لكم عليها، ماشي كيف لكم على الحب اي بين قوسين صافي، هذا الحب هذا قسما بالله نضحي عليه اصاحبي، نضحي عليه. دابا تعيط لي في التليفون دابا شبار ومجوجه دابا بوليداتها وكذا، واخا هيداك اصاحبي طلق نهود نطلع من هولندا قسما بالله. يا بولاد بكل شقة الحب الاول كيفاش القيمه ديالو. شوف الزهر انا اللي مشيت لها، نمشي نقول لكم هذه الهضره هذه، شريت طوموبيل كيف عطاو لي ماتريكولا، شنو عطاو لي؟ الحروف جوج بلصقي مع بعضيتهم، الاسم والاصل ديالها الحرف الاولاني والحرف الثاني. الله العظيم عاد انا تفكرت هادي، دابا كنت كنفتش على الطوموبيله ديالي، وكاين بزاف الطوموبيلات ديال كيشبهون ديالي، فهمتيني؟ عملت هيدا 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 وتشوف ديك الحروف، قلت اه الحب الاولاني. الله العظيم اصاحبي عمري ما ننسى ديك المرأة، والله عمري ما ننسى، ما كانت بنيتها كانت معايا، عمري ما ننسى زعما. نمشي نقول لك الحب الأول هي الوحيدة اللي أنا نضحي معاها، نضحي معاها والله العظيم. شبه أنا واحد الموضوع، أنا ما نكذبش عليكم بديت كنبدل الرأي ديالي أنا في التيك توك. أنا كنأخذكم كنتفرج في التيك توك كنتفرج في يوتيوب، وهاد الأيام كندخل الفراج هيدا ما كيجيش النعاس، كنقول أجي نطيب النعاس كنمشي نقرا الأخبار وداكشي في التليفون،
كنشوف الاخبار شنو كاين في هولندا، خاصه في هولندا. اولا كنشعل كيف كيبغي يجي لنا شي حاجه، كنشعل التلي يوتيوب وكنبقى نتفرج شي واحد غير كيهضر ما كيعمل والو غير الهضره، كنطيب الناس وكنطفي اولا كنعس ديك الساعه كنتفرج بوحديته. هذا هي بخوت عاد تدخل تيك توك تشوف شنو كاين. تخلعت صاحبي، لا العادي ما تخلعت صاحبي، خرج لي جاني تو انا الدين داك ها شنو هاد الكونسيبت هذا الجبل مشيت مولينكس قلت لكم شحال هادي، قلت لكم كنت توحشت الجبل وفهمتيني توحشت بغا نسمعو من بعد هكا جابي كتسمعو كاين شي مره انا ما كنزيد بال حتى شي واحد وما كنسمعهم شي مره. عرفتي هاد السفايه غير من الصور انت حيت بحال الدراري صغارين ديال 17 عام ولا 16 عام ولا ما نعرف فهمتيني بديك الايام ديال المراهقه فهمتيني كيسفهوا لك شي كتمشي كتخرج لك شي خيتي عاود الكونسيب ديالها هما السدر ديالها. قلت ايما الحبيبه ولكن انا اللي جاد دخل لي الشك انا في التيك توك وما ديك الناس ديال التيك توك سمعتوا بعيدا بالاذن ديالي ماشي واحد ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه كيقولوا شي نساء ماشي مجوجين كيقولوا غير مجوج انا نبعد من هذا التيك توك هذا الرجال كيقولوا غير ندبر شي خدمه ولا نعمل شي حاجه نوقف التيك توك هذا. وانا كنقول شنو فيها التيك توك هذا؟ شنو فيها مثلا تعمل لايف تهضر مع الناس نقيين وتهضر معوض؟ انا كنظن ديك الناس هما كيخسروا الكونسيبت الخايب حيت انت اللي كتخسر بغيتي تبقى تخسر الهضره تبقى تخسر الهضره فهمتي؟ وبدا كيدخل لي الشك فهمتي والله العظيم كيدخل لي الشك كنقول علاش نحمق راسي انا نجمع 1000 ابوني وكذا 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 علاش؟ علاش انا نمشي نعمل هذا الموسم وفي الاخر ما كاين والو؟ شوف هما بيدهم دابا هادو اللي كيدخلوا الفلوس وزعما المشاهير وكذا خصهم يوقفوه. انا سمعتها بزاف كيقولوا الله شنو كيقولوا؟ والله بحال زعما شي تيك توك زعما شي مصيبه ما نسيت كيفاش كيقولوا الله كذا من تيك توك زعما نساليو يا ربي يا ربي افتح علينا نساليو من تيك توك. انا كنقول بالعكس انا كنقول تيك توك يكون كهوايه كشي حاجه كذا والله العظيم قالوها بزاف بزاف هادو كيقول لك دابا هادو الكبارين ما كانش غير الصغارين الكبارين ما عجبهم شي حالهم في يوتيوب ماشي مشي دابا ما عجبهم شي ما عجبهم شي حالهم في يوتيوب في تيك توك وحتى اليوتيوب سمعت بزاف كبار كيدخلوا الفلوس كيقولوا زعما ولا فتح علينا ربي بشي حاجه اخرى والله ما نبقى ندور معكم هنايا حق هذوك عرفتهم هذوك عندهم محتوى ماشي مزيان كيخسروا الهضره وداك الشيء وكيبقاو يزبلوا فيهم الناس وداك الشيء فهمتي عندهم مشكل ديال الكريتيك بزاف والكومنت اللي ماشي مزيان بزاف واخا يا تعبت يا بدك فهمتي بدا كيدخل لي الشك والله بدا كيدخل لي الشك بقيت كنقول كاتشي كيستحق كيستحق تمشي وتتعب وتحاول تمشي محتوى وتجمع لك 1000 ابوني باش تبقى غير تبع اللايف قسما بالله تبع غير اللايف عاود كنشوف عاود شكون اللي دابا ما كنكتشفش انا لي لايف كنكتشفش بمولينكس اش كونسيبت تاع صاحبي والكونسيبت تاع صاحبي والكونسيبت ديالو هو كيطلع على اي واحد انا كتجيني ماشي مزيانه علاش يمكن لك تطلع وحق تطلع على شي واحد اللي كيطلع كيخسر الهضره ولا شي كيطلعوا مثلا انسان قينا خايم ساكن وفرحانين او زعما فرحانين طلعنا معاك وداك الشيء فعاد يقول لهم شكرا كذا وسقسيهم ومنين ما كذا كيبقى مثلا يعيب دابا المراه خاصه المراه يعيب عليها ولا الراجل هو شو وجوه عامل بحال لقيده فهمتيني كيبقى يعيب قولوا هذا الكونسيبت ديالو اسمح لي لا 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 حيت كل واحد خصك تديلو القيمه ديالو فهمتيني شي واحد كيخسر الهضره وباسل وكذا وكذا اخاي كيستحق شي واحد نقي نهضر معاه نقي وانا بالعكس كيعجبني كيف كيطلع مع شي واحد نقي ويهضر معاه معوض كيكون هو ما عندوش الكانه يسبل وداك الشيء
عاد تخسر الهضره ما نعرفش شنو ما نعرف تخسر الهضره كاين اللي كيقول كيقول له حيت كيعرفوا كيقولوا له الله يرحم والديك راه الوالد ديالي كيتصافش فيا الوالد ديالي كيتصافش فيا كيقول لا مالنا حنايا في الجامع شنو الكونسيبت اصاحبي شنو الكونسيبت مصيبه اصاحبي مصيبه ما هادشي ما كافحكش اصاحبي في تيك توك ماشي كونسيبت اخي اسمح لي وهادشي مغاربه اخي كيطلعوا الافجال اصاحبي وأفجأ له صاحبي في الثلاثين ده وديك شيء سفاية وتزامل ودابا بالضحك ودابا خينا معصب ده معصب نقوله معصب أدرينالين طلعت كده ودابا غير كي يضحكوا مع بعضيتهم سفاية وديك شيء الأخلاق صاحبي لا أخلاق والله العظيم والله أنا بتتكلم يا الله نقول الحمد لله يا ربي الحمد لله سبحان الله وقف التليفون هنايا قلنا ما نشوف ايمان هي فات باي خلاص ان شاء الله صافي هادشي اللي باش نقولكم والله العظيم بديت كان والله قالوا زعما اللايف طلعوا نورو مع مغاربة العالم لطيف لطيف ضيعتها سي مدوخ وعمل جوج الحاجات مع واحد فيها خير شي بجهة خير قلت شو الله العظيم اصاحبي بدا زعما طلع هذا مع هذا مغربي مغربية صداو نقي معوض جاني طول البارح خلعني اصاحبي قسما بخلعني في يوتيوب ضريف شي حاجة اصاحبي عرفتي السفاية ديروا ملا ضحكني شي حاجه شي اوما كيقولهم واخا سمعتو مع 10000 مره كيعاودوا على طنجه ولكن اصاحبي اصاحبي كل هذا ديروا ملا انا الدين ديك دا ما باش انا كونسيبت هذا صاحبي اسمو كونسيبت هاك يقول لك الناس كيمشيو يطلعوا على الناس يا خويا ما كتسبعوا شي حنايا باش نسبعك باش نسبعك انا طالع باش بقات نسمع تزابل وداك الشيء واه صافي كنا مشتاقين الى تزابل سمعناهم صافي الهضره خاويه عمر ما كت فهمتيني الهضره اللي معوطه هي اللي تقدر تصباب عليها وتبقى ماشي الهضره هذا خاويه راه صافي فهمتيني تزابل والله راني ما صافي كخاف صاحبي عندك ندخل تيك توك عاونا نرجع انا تاينا من النوم الله يحفظ صاحبي والله العظيم والله سوي سوي الفيديو هذا قفك دابا ما راه سبتك حرقني تعطلت في الزنقه من الساعه دابا على 11:37 باقي لي نمشي نهاد الحانوت هذا باقي لي حانوت يا خو هابك داك نمشي الحانوت يا خو فهمتيني حانوت يا خو حانوت يا خو الحق قريب من بعضيتهم ماشي حاجه خفافيه دابا قلت لكم خصني الخبز كدا دابا عرفتي دابا عاد في ايكيا عندهم زيونه كيعيطوا لها هوت دوك الحقيقه ديال فيخيتاريس حلال فهمتيني ماشي اللحم الخضره عرفت كنعمل لها واحد لاصوص عندهم تما لطيف اشبعت صافي وكلت اللادو في الاخر حاول مره في السيمانه ما ماشي مره في السيمانه ولا جبت طلعت من ايكيا دابا مشات الجوع مره شي بعدا كيتساوم هذا اللي مهم فهمتيني التساوم مهم مسكين طوماطيش طوماطيش شي ثلاثة بطاطات بحال ولو في الليل نعمل فريد ما عرف السيمانة كنبقى نعاود ما عرف السيمانة باش كنبرد على راسي عارف كيف كتكون مقودة فهمتيني خصك تحدي راسك راه إذا مقودة تزيد تقودة ما يمكنش راه كل كيلو كيتزاد كي صعيب باش تطيحو كتعرف بأن كل كيلو راه صعيب باش تطيحو كيتزاد ساهل وحق باش تطيحو راه خصك تصعب عليه عاد كنبقى نقول انا واحد ما عرف السيمانه باش كنبرد على راسي يلا صافي سالي الفيديو هذا يلا السلام عليكم راسي بلاك حرقني والله العظيم العية هذه ماشي راس العية من هنا وكان فلوقي كنهضر ما ماشي جالس ماشي هايدا وانا مريح لا كنهضر وكتركز فهمتيني وكيحرق القفص ديالك وصافي بارك علينا صافي يلا السلام عليكم حتى الفيديو اللي بغيتو مشيو تفرجوا ديك الفيديوز ديال العطلة بدات التسخينات دابا من اليوم وخلال الفيديو اللي طلعت اليوم مزيان هي كنت كنمونطي وعجبني ديك الديكور ديال البحورة وكنشوف انا ماشي هيدا في الطريق وكذا المهم نمشي نشوفو شنو كاين عاود نزيد نكمل له عاود فلوخ رقم 50 والله العظيم
50 وباقي ما بديت 50 وباقي ما بدا. انا كنقول واخا كثار 100 كثار 100 كثار. دابا هذه غير السيمانه الاولانيه عملنا فيها، شوف هذه غير السيمانه الاولانيه عملنا فيها 50 فيديو وما كنتش كنصور دابا ساعه مورا عاد بديت كنصور، واخا نمشي نطلعوا 100 تاهين. يلا السلام عليكم.